بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهات أعزائي الطلبة والطالبات. طبعا في عندنا اليومين دول عايزين نشتغل معاكم أكتر، عايزين نتواصل أكتر طبعا على أساس نطمن عليكم، يعني نبقوا عارفين الدنيا ماشية معاكم إزاي. طبعا انتوا ما تعرفوش مدى قلقنا عليكم زي اولادنا، يمكن اكتر كمان دلوقتي، لان احنا داخلين على مرحلة الثانوية بعد كده، وعارفين ان قلبنا هيبقى ابنائنا، يعني احنا وانتوا ابنائنا كلكم. واتمنى طبعا منكم لو في اي حد عنده اي مشكلة يكلمني لا يتردد، وباذن الله يعني ربنا يقدرنا ونحلها. منتدى للشباب، كو فو دير بيان مانجي، ماذا يعني الاكل الجيد؟ كو فو تي بوغ اتر ان فورم، ماذا تفعل لكي تكون في كامل اللياقه؟ ميليني بتقول جو برون تروا ريبا بار جور، انا بتناول 3 وجبات يوميا، افيك ان بون بيتي ديجينير، بفطار جيد، ان ديجيني وغدا كامل، اي اون دينا لاجرا، وعشاء خفيف. جي ديتيست سوتي ان ريبا، انا بكره ان انا افوت وجبه. ساني في با ميغري، ده ما بيخلينيش اخس، او هذا لا يجعلني اخس. لا، جورج بيقول جادور لي بوم، انا بعشق التفاح، نو بوم دي تار، البطاطس والهامبرجر والهامبرجر. هتلاحظوا ان كلمه هامبرجر الاش فيها حرف ساكن. مون بير والدي مي كونسي بينصحني دو مانجي دو تو لي زاليمون، ان اكل من كل الاطعمه، اي دو ني با اوبليي، ني با اوبليي، ولا انسى دو مانجي دو فروي، ان انا اكل فاكهه اي دو ليجيم كوم لو في توجور، كما يفعل دائما، كما انا افعله دائما، زي ما انا بفعل دائما يعني. علي بيقول بورموا بالنسبه لي ان فو با مانجي اونتر دي ريبا، لا يجب ان ناكل بين الوجبات، اون دو ابروندر اون يا او، يجب ان احنا ناخذ زبادي او فاكهه. جي ني مون جامي دو جاتو دي بونبون، انا باكلش جاتو ولا بونبون خالص. ماتيلدي بتقول بور بيان مانجي، لكي ناكل جيدا، الفو سو ماتر ا تابل اي بارتاجي ان مومون اغريابل افيك لا فامي، نون با افيك لي كوبان، يعني عشان ناكل جيدا يجب ان نعد المائده كده ونتشارك لحظه جميله مع العائله وليس مع الاصدقاء. اني فو با مانجي دو بونبون، لا يجب ان ناكل بونبون وسكريات، الفاكهه والخضروات مهمه جدا. جورج بيحب ايه؟ قلنا الهمبرجر بقى والحاجات دي بقى ايه ده بيحبها طبعا جورج. سيلو ماتيلدا، إيل فو مانجي، حسب ماتيلدا يجب أن نأكل مع العائلة، أفيك لا فامي، يعني مع العائلة. ماتيلدا تحب أكل اللحمة، ما نعرفوش، جون سو با، ما نعرفش. سيتان فور مأسور، إنه منتدى عن الأكل الجيد، لا بون أليمونتاسيون. بور ميليني، بور إتر أن فور سيمبورتون دو، بالنسبة لميليني يجب إن إحنا إيه؟ ما نقفش وجبة، ما نعديش وجبة، سوتي أن ريبا. نتناول 3 وجبات، مونجي ي انتري داكو، يبقى بروندر لو تروا ريبا، ناخد الثلاث وجبات، هي هنا سوتي نقفز، احنا بنقول ما نقفز داكور، يبقى برون لو تروا ريبا، ناخد الثلاث وجبات. علي كونسيدو، علي بينصح بي بوري ترانفورم، يعني علي بينصحنا بيه عشان نكون في الفورما. طبعا احنا ناكل بونبون ولا ناكل زبادي، نتناول زبادي ودي صحيحة طبعا، ولا ناكل بين الوجبات، ولا ناكل جاتو، طبعا هي حتى لو ما فيش علي نصيحة هنا ان احنا ناكل زبادي. القطعة اللي بعدها، شير جرون مار وجدتي العزيزة، فاكرين كلمة جرون ما بتتأنس وبحط لها او؟ لا، ده هي ثابتة كده جرون. سالي كومون سافا، اهلا وكيف حالك؟ مي بارون و موا، والدي وانا نو سوم تري كونتون اباري، احنا سعداء جدا بباريس، في بول جو جميل، لو كليما اي تريز اغريابل، والمناخ رائع جدا. او موا دو جويي، في شهر يوليو، باري ايتان دو بلو بيل فيل دو موند، يعني باريس بتكون من اجمل المدن في العالم. الحياه شيقه جدا، يوجد كثيرا من الاماكن السياحيه،
Hier, أمس, nous sommes allés à la tour Eiffel. ذهبنا إلى برج إيفل. Nous sommes montés au troisième étage. صعدنا إلى الطابق الثالث. Boulevard tout Paris. عشان نشوف باريس كلها. Ensuite, بعد ذلك, on a décidé de visiter le musée de l'Ouvre. قررنا أن نزور متحف اللوفر. À 4h, الساعة الرابعة, nous sommes rentrés à la maison. عدنا إلى المنزل. C'est l'heure de document. Le temps est beau. الجو جميل. في باريس في يوليو. أليكس إكري سو ميساج يعني أليكس بيكتب هذه الرسالة في الخريف في ربيع في الصيف طبعا لأنه هو بيقول في يوليو وإحنا قلنا مرارا وتكرارا فصول السنة من 12 ل 3 ده شتاء من 3 ل 6 ده ربيع من 6 ل 9 ده صيف من 9 ل 12 ده خريف وبيبتدي 21 وينتهي 20 أليكس إكري سو ميساج يعني أليكس بيكتب هذه الرسالة إلى جدته طبعا أسا جراند مير إلى جدته أليكس هام أليكس بيحب كل المدن الفرنسية مدينة اسكندرية القرية في القرى في فرنسا ولا مدينة باريس بيحب مدينة باريس بيعشقها دولاتور إيفل من برج إيفل نستطيع أن نرى أن نزور كل الآثار أن نرى الأهرامات لا نستطيع أن نرى شيء نستطيع أن نرى كل باريس لا تور إيفل برج إيفل بيتكون من طبعا تروى ايتاج ثلاث طوابق لانه معنى انه بيشوف باريس من فوق يبقى ده اعلى حاجة عندنا يبقى دو تروى ايتاج الجملة انا مين فو دي مون صديق بيسألك سو كو لانترينير في ماذا يفعل الانترينير المدرب بيعمل ايه بيدرب اللاعبين بيحرز اهداف بيشجع فريقه بيعمل تحقيق صحفية ريبورتاج الانترين لجوي يدرب اللاعبين الجملة اللي بعدها vous acceptez l'invitation انت قبلت دعوة دي votre ami لصديقك بوغ aller à la campagne لذهاب إلى ريف الريف سيء ممل ولا سي جونيال إنه رائع ولا أنا أكره الريف ولا je ne suis pas d'eau satisfait أنا لست متفقا مع رأيك Le boulanger vous demande ce que vous voulez يعني الخباز يريد أن يعرف ماذا تريد أنت عايز إيه فبيقولك انت بتقول له كيلو لحمه ولا لترين لبن ولا 2 كيلو تفاح ولا دو باجيت 2 من الخبز اللي هو العيش الطويل الباجيت العيش الفرنسي الشهير فوتر امي صديقك فوشتر يريد ان يشتري دي بواسون اسماك انت بتقول له اذهب الى قسم منتجات الالبان ولا اذهب الى جناح الخضروات ولا اذهب الى منتجات البحر ولا اذهب عند الجزار طبعا منتجات البحر هنا عشان الاسماك فودي مونديا فوترا مين انت بتسال صديقك اي رياضه هو يمارسها هو بيقول لك انا بمارس التسوق او انا اتسوق انا بعمل واجباتي انا بمارس السباحه ولا انا بنتبه في الفصل طبعا امارس السباحه هي الصحيحه عندنا فودي مونديا انت بتسال صديقك سونافي عن رايه سيغ لو سبور عن الرياضه عن الرياضات العنيفة هو بيقول لك هي غير مناسبة ولا هي محفزة خلي بالك هنا كده الرياضة مذكر فما ينفعش اختار مؤنث دي أول حاجة احنا بنمارس اسكالات في الجبل ده انا بسأل عن رأيي مش هينفع كده الدلتا بلان رياضة عنيفة طبعا الدلتا بلان الطيران الشراعي ده مش رأيي هي محفزة لان انا بسأل عن رياضات جامعة Je ne bois plus, أنا لم أعد أشرب قهوة أو جامي طالما ما لقيتش بلي لأن بيرسون وريان معناه مش نافع ريان ما بيجيش بعدها دو ريان ما بيجيش بعدها مفعول مباشر فبالنسبة لي مش هتنفع بيرسون طبعا ممكن يجي بعدها دو بيرسون بس طبعا بيرسون كمعنى أنا مشربش حد مش ماشية فهي جامي طبعا عندنا يير سوار أمس مساء وأمس مساء بتدل على الماضي المركب طب الماضي المركب بتكون من اترا اوفر زائد اسم المفعول من الفعل عندي في حاجه فيها فعلين اهي دور الاول على حاجه فيها فعلين ده مستقبل ده ماضي يبقى هختار دي طيب ماضي واخد تبعيه اس عشان الى فيك اس صحيح صون مع فيرب اريفي لانه فعل من الافعال 14 تمام يبقى كده تاكدت من الجوانب كلها رامي ام لفريز يعني رامي بيحب الفراوله المونجي بكو ياكل منها كثيرا هناخد اون طبعا هتلاحظ ان هنا فيرب مونجي ومونجي دايما ياخد اداه تجزئه بعده هتلاحظ ان في بكو في اخر الجمله عدد او كلمه بكو ظرف كميه يعني او عدد فعلى طول انا بروح لأون وخاصة لو كان الفعل يقبل اداة تجزئة عندنا او عدد
ما ميزون منزلي بعيدا عن السوبر ماركت. طبعا السوبر ماركت دي كلمة مذكر عن أولودي، ها انتوا عارفين ده حرف جر ما بتأثرش بالنافي طبعا. ليلى نيفا باشيتاي، ليلى لن تشتري هدية بورسامير لوالدتها، لا ده هتشتري لها بارفان، بارفان يعني عطر طبعا، يبقى بلا بلا عندنا. واحنا قلنا مرارا وتكرارا في سي، انا مش فاهم، شيل النيبا شيلها خالص وقول الجملة، لو قلت ايوة حط سي، رجعها بقى، رجع سي، لان وي تعادل سي في الاثبات، يعني لو سؤالها منفي طبعا. جملة بقى هدية، بيقول لي خد الجملة الجميلة دي، كومو ولا بوركوا ولا كال ولا كومبيا، اصل دو زائد اسم جمع، يبقى هي كومبيا. كومبيا يعني كم كيلو تريد انت. طب الجملة اللي بعدها دوني موا، اعطيني كتابك دوني موا، اصل جي ده ضمير فاعل ما ينفعش يجي في الجملة، وتقديم فعل على فاعل في الحالة اللي قدامنا دي احنا ما نعرفهاش، وبحط اكسون على الام والكبير كده مالناش دعوة بيه دلوقتي. طيب وما فيش علامة استفهام عشان اقدم الفعل على الفاعل، قال ده في اسباب كتير، ما بتيجي قبل الفاعل، ايه ده ضمير فاعل ما ينفعش احطه هنا، عايز تي ما بين شرطتين، عايز علامة استفهام، فخلاص هو الوحيدة اللي قدامي موا، يعني هو بيديني اختيارات مش صعبة، كلها سهلة جدا. سي ريستورون بريبار دو ريبا، هذا المطعم يجهز وجبات ساخنة، جمع مذكر لأن وجبات هنا جمع ومذكر طبعا واحنا عارفين ده. دانيال نيمونج با، لا ياكل دو كونفيتير مربى، احنا عارفين طبعا عندنا ان ادوات التجزئه بتحول الى دو او دو ابوستروف طبعا لو الجمله اتنفت، وهنا النفي يقع على فيرب مونجي اهو، ما فيش افعال مساعده قبله ولا حاجه. طيب يبقى على طول كونفيتير مؤنث تاخد دو، لا بس عشان الجمله منفيه حولناها لدو. منى اسم بعده فصل علامة تعجب يبقى ده منادى، منادى يبقى لو النقط بعده هنضع فعل يبقى الفعل ده يتصرف في زمن الأمر، الأمر مع مفرد يبقى مع التي، يبقى هناخد إيه؟ شوازي حاجة في آخرها إس أهي. طب يا ميسيو ما ينفعش دي ليه؟ أصل إحنا قلنا حاجة في آخرها إس بس ما فيش قبلها أو أو أه، طب حاجة في آخرها أو أو أه بس ما فيش بعدها إس برضه طبعا. بص عندي هنا العبارة دي بقت سهلة جدا عندي، بيقول لي إليا بوكو دو سورت دو سبور، يعني يوجد أنواع كثيرة من الرياضة كال سبور كلاسيك بريفيريفو، يعني أي رياضة تقليدية أنت بتحبها. هقول له جو بريفير لا ناتاسيون، طب دو كوا فوز افي بيزوان بور لو براتيكير، أنت محتاج إيه عشان تمارسها؟ يبقى أونا بيزوان، أونا بيزوان دو أن مايو دو با. في الجملة اللي بعدها طبعا بيقول لي ايه؟ بيقول لي فوز افي في اون فواياج سكولير، انت عملت رحلة مدرسية افيك فوتر كلاس مع الفصل بتاعك على كومباني فريف. اكريفي سو كو فوز افي فيو، اكتب ماذا رأيت، يبقى عايز اتكلم عن ايه؟ الماضي. انا عملت رحلة في الريف، قول اللي انت عملته وشفته. اه. هقول بقى عناصر الطبيعة اللي انا شفتها. انا زرت ايه؟ رحت المكان الفلاني، كل دي اوباسيكم بزي في الماضي الايه المركب، عايزكم تتدربوا على الجمل دي، ودي موجوده اللي هي زياره الريف، ان انت بتحكي عن ريف انت زرته، عملت ايه طبعا؟ هتقول الانشطه اللي انا بعملها في الفيرم وفي الكومبان، دول سهلين بالنسبه لنا، وعندنا في الموضوعات موجوده عندكم على جروب التليجرام طبعا. يعني مفيش حاجه بالنسبه لك جديده، انا عايزك تترجم وتشتغل. بالله عليك خلاص. ما فضلش الا اقل من شهر جنو عشان تشتغل كويس، لان هيبتدي شهر 6 هتحتاج ان انت تقعد تذاكر عربي، تذاكر المواد الاولانيه، تبدا بقى تتفرغ. ماشي داكور، انتوا عارفين ان الفرنساوي على طول يعني في المواد الاولى، وده شيء جميل في الجدول عندنا. مرسي برفو، شكرا ليكم وشكرا لدعمكم لينا طبعا، ويا رب نكونوا قد المسؤولية بالنسبة لكم، واتمنى دايما دايما ان انتوا تبقوا في احسن حال وتجيبوا احسن درجات، وتعبكم بس اتعب بجد، اتعب بجد.